أجاتي للغم أيضا التسبيح وذا النون. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات يا من في صدرك هم وفي جوف الليل لك زفرة، ويا من ظلمك من ظلمك، يا من رحلت أموالك واليوم أنت مديون وكنت في غنى، يا من قال الطبيب سرطان دب في بدنك أو مرض عضال ها هو على عاتقك أو في قلبك، وتلفت للخلق وكل مشغول، جاك الظلمات الغم كما أتت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. ذا النون عندما خرج مغاضبا فكان أن الله قدر عليه أن يقع في جوف ليل، في جوف بحر، في جوف حوت، ظلمات في ظلمات بعد ظلمات، ويناجي ربه هل هناك أمل لتفريج كرب يونس وهو في قاع بحر في بطن حوت في ظلمة ليل؟ ولا 1% من الأمل، لكنه يعرف الله. فلولا أنه يعرف الله ما سبحه. ماذا قال؟ لاحظ تسبيحه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبح وهلل واعترف بالذنب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، له وحده يا رب، وكذلك ننجي المؤمنين، له ولكم ولكل مؤمن. والله يا أحبابي لا يبقى غم وأنت تردد هذا، ولذلك كيف يأتي الغم إلى قلب مؤمن ومعه هذا الدعاء؟ لكن أن تقول الدعاء بلسانك ما يفرج الهم، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سورة الأنبياء قصص عجيبة، أيوب 18 عام يتفجر القيح والدم حتى قذره الناس، دعاء لا يكتب في ربع سطر، ربي إني مسني الضر، اشفني، ما قال اشفني، حياء من الله، قال وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي من نفسي. تدري لماذا ما قال أيوب اشفني؟ لأن يفوض الأمر لله، إن كان بقائي مريضا خير لي عندك يا مولاي فأبقني مريضا، وإن كانت عافيتك أقرب فأنا مسني الضر. الله أكبر، ما أعظمها. فاستجبنا له، فقط اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وتعود العائلة كاملة والمال والنبوة عادت، وجميع المقاييس المادية تقول لا يخرج ذو النون من البحر ولا يشفى مرض وعلة أيوب. من الذي شفاها؟ هو ربك. حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاء إبراهيم قبل دخوله للنار ما جعلها الله مطفئ، الله قادر يطفئ النار خلاص يسقط وتطفئ، لا، المعجزة تأتي بماذا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يا سبحان الله، يعني نواميس الكون والذي تجري به الأقدار فيما يعلمه البشر من مقدمات معلومة لها نتائج معلومة، تتوقف جميع الحسابات البشرية إذا أراد الله شفاءك أو غناك أو ذهاب غمك. فلماذا يا عبد الله لا تلهج؟ بعضنا يبكي ويولول ويشتكي، بل بعضنا إذا أهمه أمر ما يصلي، يقول تراني مهموم واصل لين هنا، فكني من شرك، مسكين، أنا ما عندي، ما أقدر أصلي في الجماعة ولا أقوم الليل، أنا تعبان، ارحموني. والله إن الرحمة 100 جزء أبقى الله عنده 99 منها، وما أنزل منها إلا واحدة، وأول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله الرحمن الرحيم، وتبحث عن مخلوق مثلك تريده أن يرحمك، وهل عنده شيء؟ والله لا يعطيك أحد
شيء إلا بأمر المعطي سبحانه، ولا يمنعونك إلا بأمره، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. صلح وضعك مع ربي. يقول أحد الدعاة: كنت أسير في طريق فوجدت واحد من الشباب كان يفحط، وكان أصحاب صاحب مخدرات وذاق الهداية فاستقام، وكتب خلف سيارته لوحة: زينها مع الله وتزين. باختصار يقول: يوم زيناها مع الله زانت. ولهذا عدل علاقتك مع الله. بعضنا علاقته مع زوجته ومع أمها مع جاره مع مديره، صدقون حتى مع مديره تلقاه أكثر هدوءا وخشوعا بين يديه من وقوفه بين يدي الله. إذن التسبيح من علاجات الغم، التسبيح والتهليل، وتجمع بين التسبيح والتهليل والاعتراف بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلها يا عبد الله، رددها وأبشر. وإياك أن تجرب. بنجرب التسبيح أسبوعين، إن راح الهم ولا ترى اسمحوا لي آسف. أنت تقايض الله؟ هل تقايض الله بعدد؟ أنت عبد ما خلقت إلا للعبادة. أخرج زفير صدرك بتهليل يخرج الألم من قاع القلب ويورق من جديد ويعود ربيعاً.